اولى كليه كان صديق ليا كل شويه يجيب لي حديث واخدها من واحد صاحبي يعني، فالاقي ان تقريبا 100% منها حديث ضعيفه وموضوعه وغير صحيحه. هو بيبقى كلامها جميل بس هي لا تنسى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى مثلا في فضائل الاعمال مقر سوره كذا فلا كذا وكذا، كلام حلو وجميل بس ده الرسول صلى الله عليه وسلم قالهوش، ده واحد قاله الكلام ده صحيح او في اخبار غير صحيحه وما ينفعش تنسى الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي مره مرات جاب لي حديث كده، فبقول له ده حديث انا متفق عليه، فقال لي انا ضعيف. هو اتعود ان انا اي حديث اقول له عليه يبقى ايه، ضعيف او موضوع او منقطع او مرسل او كده. فقلت له لا متفق عليه يعني اتفق عليه البخاري ومسلم. قال لا اصل متفق عليه يعني اتفقوا عليه مش اتفقوا معاه. فقلت له يا عم احنا مش داخلين خناقه، ده يعني الامام البخاري ومسلم رووه فهو اتفق على صحته. ففي بعض المصطلحات في علم الحديث لازم نبقى عارفينها، ومحدش ينشر اي حديث غير لما يتاكد من صحه الحديث في موقع مثلا اسمه درر او اي موقع على النت متخصص في علم الحديث، بتعمل سيرش على الحديث تتاكد يقول لك الحديث صحيح او ضعيف او موضوع. طب سريعا، حديث صحيح يعني العلماء اتاكدوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ده قاله. الحديث الحسن في شك في الروايه، يعني مثلا واحد من رواه الحديث حفظه قليل شوي فقال لك الحديث ده حسن، او الراجل مثلا بينسى، او فقال لك في واحد من الرواه الحديث وصل لنا مثلا، يعني الحديث مثلا في صحيح البخاري، صحيح البخاري خده من شيخه وخده من شيخه وخده من واحد من الصحابه اللي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من سلسله الحديث ديت حفظه قليل شويه فقال لك الحديث ده حسن. الحديث ضعيف يعني في راجل بينسى كتير، الراجل اللي جربه عليه لقوه حفظه مش حلو فقال لك خلاص يبقى الحديث ده ضعيف، حديث مكذوب يعني لا يصح ان تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتاكدوا ان الكلام ده غلط وان هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده. الحديث الحسن الصحيح لغيره يعني هو حديث مش في منزلة الصحيح، بس في حديث تاني قريب منه بقواه فبقى حديث صحيح لغيره، يعني هو في الاصل هو حديث حسن بس لان في روي بكذا طريقه تانيه فالحديث ده بقى اصبح حديث صحيح لغيره. حسن لغيره هو حديث ضعيف بس لانه كذا واحد رواه او في شواهد عليه او في حديث تاني بيدل على نفس المعنى فقال لك ده حسن لغيره. الحديث الضعيف يعني في اختلاف العلماء هل يعمل به فضائل اعمال ولا لا، بس مثلا لو حاجه ليها اصل زي مثلا بر الوالدين قال لك اه ماشي، ما انت كده كده عندك الاصل اللي هو بر الوالدين تمام. فهو بس الفايده من البلوكه حاول قدر الامكان ما ترويش حاجه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لان علم الحديث ده علم كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكان العلماء بيخافوا جدا ان هم يسيبوا حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهم شاكين فيها، فما تعملش شير او مشاركه لاي حديث غير لما تعمل سيرش وتتاكد وتعمل بالاحاديث الصحيحه والاحاديث اللي هي الموضوعه في غنى عنها بالاحاديث الصحيحه ان شاء الله. السلام عليكم.